مبابي تو راه في بي جي صحيح الفلوس مهمه ولكن ماهيش تكون حاجه مهمه ياسر اللي هو خاطر بي جي قاعد يخلص برشا فلوس نعرفوا القطريين ونعرفوا نعرفوا الفلوس اللي تعطي فيه بي جي ونجموا حتى بي جي ما يسيبوش يغروا بالفلوس ولكن هو كان يحب يتعدى ستاندينغ اخر نحب هناك بي جي شامبيون دو فرانس معناتها كان يحب يوصل باليي اخر ويا تشامبيونز ليغ دو موا في الثلاثة أربع سنين قدامين ما زوش يخلص في بي جي يمشي جمعية أكبر كما نقولوا برسا كما نقولوا الريال كما نقولوا يوفي زادة جمعيات اللي هما ينجموا يهزوا تشامبيونز ليغ في العوام الجايه. واضح يعطيك الصحة عبود هكا نكون وصلنا لختام استاد ميد لليوم يعطيك الصحة عبود إن شاء الله كل عام وأنت حي بالخير. إن شاء الله حتى أنت يا أمير كان عام ممتاز معك خويا إن شاء الله نكملوا هكا وإن شاء الله 2020 يتعدى خير من اللي يتعدى. عام مبروك لجماعة ماري راديو ميد الكل زملائنا الكل من الفوق للوتا وسيرتو مستمعينا اللي يتبعوا فينا عام كامل وأنت يا خويا على راسهم بيان سور كل عام وأنت حي بخير. يعطيك الصحة عبودة عام بالحق تعدى معنا كما نقولوا احنا بستر ربي عام كان فيه ملوخية أخضر تعدى عام كان فيه برشا برشا ضحك عام كان فيه برشا دموع عام تعلمنا فيه برشا عام العام هذا اللي أنا وليت فيه فرد من العائلة الموسعة الكبيرة الممتازة لراديو ميد اللي يكون الفخر الفخر والاعتزاز بالحق أن ننتمي لعائلة كعائلة راديو ميد نحب نقول للسادة المستمعين الكل إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بالخير إن شاء الله عام 2020 يكون أحلى وأزهى من 2019 وأزهى وأكثر من زهام من 2019 ويكون كذلك نحب كذلك نقول إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير. أما احنا عرفنا في عام 2020 علي الدين العوني زاده نقطة شخص ممتاز برشا في إذاعة راديو ميد إن شاء الله كل الزملاء بدون استثناء الإدارة كذلك سادة المستمعين الكل أو في راديو ميد إن شاء الله من أعلى هرم وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف ألف خير إن شاء الله عام 2020 نعطيكم مادة رياضية أحسن من اللي قدمناها في 2019 عفوا ولكن تأكدوا وكونوا متأكدين زاد اللي راهو ديما نحاولوا نعطيه أحسن ما عنا وما خير زاد وبنسوا نقبلوا نقدكم وعندكم أي حاجة مزيدوها في الراديو اقتراحاتكم عندكم باج تاعنا اوفيسير على الفيسبوك تو امير يقول لكم عليها تنجموا ديجا انتم تعطيو فينا في رايكم تكتبوا تكتبوش كان الخايب اكتبوا الباهي واعطيونا النقد كان تحبوا حاجه ناقصه نجموا انا نحاول باش نكلموا بكل شيء نحكيو على تونس نحكيو على افريك وسيرتو يمكن احنا زايدين شويه على الراديو الاخرين نحكيو زاد على الشان العالمي على اوروب حاجه اللي ما تلقوهاش في الراديو كل الاخرين ندخلوا بالتعميق على الفانتازي زاد نحاولوا ننوعوا لكم وديما رايكم يهمنا أكيد عبودة العام هذا تعدى وما زالوا برشا عوام إن شاء الله العوام الجايين الكل يكونوا خير من اللي تعدوا الكل صرتوا في راديو ميد تحية لكل الزملاء من غير استثناء إن شاء الله أنتم حيين بألف خير بطبيعة تحية للسمية تحية ليسرى تحية لأحمد المناري علي الدين العوني أمين هليل أي طرابلس الناس الكل القائمة الكل كل زملائنا مروز والماهر الكل الناس الكل اللي العاملين في راديو ميد إن شاء الله كل إن شاء الله يكون عام أنتم حيين بألف خير. عبودة في الختام نحب نذكر شكون اللي ربحوا معنا اليوم الفوتشرز من إهداء بيت دو سونسيز دونك كالعادة أربعة ربحوا معنا اليوم في البيت دو سونسيز كل أربعة هذوما اللي حالفهم الحظ والقرعة اختارتهم. الفائز الأول هو وائل سعدي وائل سعدي هو الفائز الأول اللي ربح معنا فوتشر. الفائز الثاني مريم عياري مريم عياري. الفائز الثالث علي الخضراوي علي الخضراوي. والفائز الرابع أم بلال. بطبيعة نقرأ في الأسامي كيف ما مكتوبين في الفيسبوك اللي عملتم من الكومنتير والجيم متاعكم البرتاج وغيره. دونك وائل السعدي مريم عياري علي الخضراوي أم بلال ألف مبروك ربحتوا معنا فوتشرز من أهداء بيت دو سونسيز. تواصلوا معكم أخيان بعد قليل من سيرفيس ديجيتال باش تاخذوا الفوتشر متاعكم. قال لي كان نقول لكم تصبح على خير وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف ألف ألف خير.